هي بتمنى يصير عندي محل يشتغل احسن من المكتب. انا صلي شغل احسن من هذا ملاقي توكل على الله. طالعين صلي 5 سنين عم استنى هاللحظه هاي. والله العظيم اي والله هذا حلمي هلا صار. على راسي لك على راسي. عزيزي المشاهد، تخيل الفرق من أنك تكون أحد أشهر اللحامين في مدينتك لأنك تضطر تشتغل في مكب للقمامة لحتى تطالع مصروفك ومصروف أولادك. تماماً هذا اللي صار مع أبو علي. أبو علي من 5 سنوات فقد بيته ومكان عمله ونزح إلى مخيم على أطراف المدينة، واليوم يشتغل 10 ساعات يومياً في أحد أصعب مهن العالم. الموضوع أصعب بكتير من ما بتتخيلوا وأقسى بكتير من اللي ببالكم، لهيك اليوم نحن هون. أنا مهدي واليوم في أمل جديد. أبو علي ايوه تعال تعال. ليش لك تعال؟ ليش ليش في شيء؟ تعال شوي بس دقيقة بدي اياك تعال. قال يا أبو علي تفضلوا. كيفك؟ طمني عنك. الحمد لله. انا اسمي مهدي، نحن من تلفزيون سوريا عم نسمع هيك قصص الناس، اذا ممكن ناخذ من وقتك دقيقتين. اهلا وسهلا. الله يسلمك، طمني عنك. تمام الحمد شو لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين حضرتك؟ من خانشكم. يا اهلا وسهلا فيك. كم ساعه بتشتغل هون في المكب؟ خيي بيجي من الصبح ما بحل العصر. للعصر. للعصر الله يسهر. تقريبا كم يوم اذا بتطلع؟ بالعشرين للخمسة وعشرين يوم. يوم بالعشرين للخمسة وعشرين. ايه. بتشتغل بالمكب هون؟ بالمقلع. شو بتشتغل بالمقلع انت؟ بتلم بلاستيك وهيك؟ بلاستيك وحديد وهيك. هل هذا الكيس قديش بيطلع حقه هلا تقريبا؟ هذا بيطلع حقه 20 25. بالله الله يعطيك الف عافيه. الله يا عافيك رب. يا رب غالي. كم ولد عندك البركه؟ والله يا غالي ابو جد اقول لك عندي 5 اطفال. 5 اطفال الله يخلي لك اياهم يا رب. ما شاء الله عليك، وانت المعيل لعائلتك الوحيد. ما الوحيد ما شاء الله. وين ساكنين؟ بالمخيم تحت. هذا المخيم اللي فوق مو؟ حديتنا ايه. احنا بنعرف ترى انت وين ساكن، جايين هيك نسلم عليك ونسألك سؤال ونروح. الله يعطيك العافية. شو كنت بتشتغل بخان شيخون؟ والله كنا انا واخواتي نشتغل محل القصابي. لحمة وقصابي وهيك؟ كانت لحمتكم طيبة؟ كان الضيعة كلها تحكي فيها. بالله لك يا غالي. كانت طيبة لحمتكم؟ لك. وكان لحمي يعني كيف كيفك. ليش ما رجعتوا اشتغلتوا هون كمان باللحمة يعني وبهال؟ ما صرنا شغل. انا صلي شغل احسن من هذا ملاقي. انا ما نقدر نفتح محل ولا نقدر شيء. لا عم طاحك الخبزات. نحن صرنا نص ساعه هون تقريبا او 20 دقيقه فوق لحد ما نزلنا. يعني من الريحه الشباب في منهم الله اعلم شو صار فيه. انت شلون عم تتحمل من الصبح للمساء الريحه هون؟ والله انا استحمل يعني لانه في القمامه يلي عم تنزل عم تنحرق تحت، فريحه حريق القمامه ريحه صعبه جدا. مضبوط. خيو بنعرف ما نستحمل ايش نسوي. تعودت عليها يعني. تعودنا. خلاص طلع حتى فوق من خيو. هذا ماش. هذا مو شيء. هذا ماشي. ماشي شيء ساكت. ماشي يعني ولا شيء. ولا شيء يعني كبس ساكت من هيك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية خيو. نحن برنامج مسابقات. يا أهلا وسهلا. بدنا نسألك سؤال، إذا عرفت تجاوب تربح معنا هدية. تمام يا غالي. بس بدك تركز. ها صعب والله. الله أعلم بقى أنت وشطارتك. عرفت تجاوب ربحت هدية، ما عرفت تجاوب راحت هديتك منك. تمام اتفقنا. اتفقنا. الله يسلمك. قبل ما أقول لك شو هيك الشيء اللي إذا صار لك تتغير حياتك تخلص من هذا المكب؟ خيي بتمنى يصير عندي محل يشتغل احسن من المكب. يعني محل ملك. محل وملك وضربه واحده يا زلمه لك محل تشتغل فيه بعدين قول ملك. لا غالي المهم بس لقينا شغل احسن من هذا نشتغل. ما لقينا بكي بتضل هون؟ بتم هون ايش نسوي؟ ما شاء الله عليك. انت بتعرف ليش عم تشتغل هذا الشغل؟ لانك زلمه ابن عز. سؤالنا، اعطيني محافظه سوريه موجوده على حدود لبنان. ما هي صعبة يا زلمة، أعطي خيارات مشان ما تخربط. أعطينا حلب، إدلب، حمص. حمص. حمص على حدود لبنان ما؟ حمص. ألف مبروك. ربحت معنا جائزة بس ما قدرنا ننزلك إياها لهون، لهيك أنت بدك تطلع يعني معنا لفوق. شو بدي أطلع وأنزل صعبة وأطلع. ليش؟ ليش بتعطيني إياها هون؟ ما في هون، ما قدرنا ننزلك إياها، شو بدنا ننزل؟ يا زلمة لحد ما نحن نزلنا ما عندي طلع صعبي ونزل صعبي وشيل كياس صعبي. خيو عفنا هذا الكيس. ما بسن. ليه؟ بدي بيعه؟ لا ايفو ما في بيع، هذا خلص هذا للشباب. لا يا زلمه بيع. لا والله ما في بيع خلص. بدك ايفو هون هذا.
توكل على الله. طالعين في لك شغرات؟ لا ما... لا والله بدي اخذ كيس زلمه. لك اترك. لا والله يا زلمه علي الحلال. لا والله خلص علي اترك بشوت لك. لا هلا بدك تطلع معي. لا يا غالي اذا ما رحت هلا بتفقد جائزتك. اخذ 20 ليره. حق 20 ليره خلص امشي رح نعوضك فيها. صعب تطلع من وين؟ من هون. انت ما كل يوم يعني قصدك اذا طلعت ما رح تقدر ما رح تنزل بدي ارجع بدي تم ساعه يا زلمه. قطع نفسي. طين تفضل رح نطلع السياره ونروح سوا ونجي. ما كان بيعرف ابو علي ابدا انه بالوقت اللي كان خايف فيه على الكيس اللي رح يبيعه كان حلمه عم يتجهز وفرحته عم تنرسم والحياه عم تتغير قدامه. تفضل. يلا يا اهلا وسهلا نورت. الله ينورك بوجهك. حفظ الطريق هذا منيح ترى رح يلزمك. تمام يا زلمه وين جايبني بس خليه. عم صور معك فيلم. هون شو مكتوب؟ ملحمة مشاوي الأمل. ملحمة ومشاوي الأمل. هيك كان محلكم أنتو؟ إيه. هيك مثل هذا كان؟ تعال. أحسن. تعال. نحن مو سألناك سؤال وجاوبت. لك. أنت صرت صاحب ملحمة ومشاوي الأمل. طيب أنا أقول المحل هذا شغيل عندك أنا؟ لك أنت مالك شغيل عندي، أنت صاحب المحل، نحن جايين ندوق لحمتك. الله يرزقك ان شاء الله. ما في شيء من قيمتك، محل بسيط بس بدنا منك وعد. صار لي 5 سنين عم استنى هاللحظة هاي. والله العظيم. اي والله، هذا حلمي هلا صار. الحمد لله الحمد لله. يلا من الصبح المغرب تنفتح. ترى نحن صار لنا فترة عم نسمع قصتك ونسقنا مع اخوك شعبان ليجي ونفتح هذا المحل سوا. لا تجي انت وتوقف على رجليك من اول وجديد وتخلص من هالمكب اللي عم تشتغل فيه وتبلش الشغل بمرحمة ومشاوي الأمل. ان شاء الله الف مبروك. الله شوف على وش المحل. الله الخير. بدنا بداية جديدة ها؟ ان شاء الله. خلاص؟ خلاص. وعد؟ وعد. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. بدك ترجع مثل الاول وترجع وتستلموا المكان كله ونسمع بانه ملحمة ومشاوي الامل اطيب ملحمة في المنطقة ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. الله اكبر الله اكبر. وهون بيكون الجبر بخاطره لأبو علي وهيك بيكون تحقق حلم أبو علي وبيكون رجع لمصلحته وشغله وخلص بقى من مكب النفايات يلي عم يشتغل فيه. آلاف الحالات مثل حالة أبو علي عم يشتغلوا بأشغال خطيرة جدا، خطيرة على صحتهم، خطيرة على حياتهم، ومو قادرين بأنهم يرجعوا لمصالحهم ولأشغالهم. الفرح اليوم يلي انزرع بقلب أبو علي أنتوا كنتوا سببه. آلاف الحالات مثل أبو علي عم ينتظروا بأنه تمدوا لهم يد العون. أي حدا حابب بأنه نزرع أمل جديد في قلب شخص جديد ما عليك إلا تنزل على الرابط اللي موجود تحت هذا الفيديو وتتبرع بأي شيء حابب أنك تقدمه. تبرعاتكم مثل ما هي 100% راح تروح للمشاريع هي. كنت معكم أنا مهدي مع برنامج في أمل. انتظرونا بالحلقات القادمة على جميع منصات تلفزيون سوريا.